انا الحمد لله نحكي شكرا محمد يا اخويا رايحين نشتيها بقول لك ما شاء الله اشتر نشتيها تعاني من اعراض تقية والام على مستوى البطن نتيجة تناول وجبة تتشكل من ماده البطاطا والبيض فريت اومليت والمصدوار متكونه من ماده الطعم تم التكفل بها على مستوى مصلحه الاستعجالات الطبيه الجراحيه وحاليا فيهم 20 اللي غادروا المصلحه بعد تناول بعد اخذ العلاج اللازم بقاو فقط 3 حالات تحت الملاحظه تحت الرقابه الطبيه وان شاء الله راهم في حاله صحيه جيده ونطمنوا العائلات عليهم وبتوجيهات من السيد مدير الصحه والسكن الاولي سكيكدا قمنا بمباشره تحقيق وبائي على مستوى الاقامه وين اقامه الطالبات متواجدين الان في مستشفى الزهراء بعد ما تم اعلامنا بمجموعه من الطالبات الشاكين بعض الاعراض اللي حالات يعني مشابه فيها انه تسمم غذائي تم مباشره الاقامه الجمعيه المعنيه في الزهراء تم نقل قراءه 24 طالبه يعني جل الطالبات كانوا مرافقات في زميلاتهم يعني قمنا بكل الاجراءات تسجيل الطبق الشاهد للمصالح المعنيه يجب اجراء يعني التحاليل اللازمه لتاكيد يعني وجود هذا التسمم الغذائي جل الطالبات غادرنا المستشفى قالوا زوج طالبات رانا معاهم هنا ولكن الحاله تكون يعني لا تدعو يعني للقلق وبهذه المناسبه يعني باش نبلغ يعني الاهالي تاع جل كل الطالبات المقيمات بالاقامه الجامعيه العزيز بن زياد الواحد انه يعني كل الطالبات راهم في صحه جيده غادرنا يعني المستشفى ويعني منتظر يعني التحاليل اللي راح تكون بها المصالح المعنيه يعني والامر يعني ما يتطلبش هذا التهويل لانه مجرد شك انه هناك تسمم يعني لحد الان ما يمكنش نقول اللي راه كاين تسمم غذائي يعني حتى المصالح المعنيه تكون بالاجراءات نتاعها جل الطالبات راهم غادروا راهم في الاقامه الجامعيه حاليا